أما الزمالك قدام طلائع الجيش النهاردة فعمل مباراة كبيرة جدا. صحيح تأخر الهدف الأول لحد الدقيقة 44، سجل زيزو طبعا الهدف الأول لنادي الزمالك. بقول طبعا عشان كالعادة يعني هو مفتاح أو هو اللي بيفك كل تقفيل. بعد الدقيقة 44 وقبل الدقيقة 44 بصراحة طلائع الجيش ما كانش موجود النهارده، قدم مباراة مش جيدة، وده اللي قاله على فكرة الكابتن محمد يوسف بعد المباراة، ان اللاعبين ما قدموش مباراة جيدة عكس اللي حصل في مباراة الأهلي. عملوا مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي النهارده، طلائع الجيش ما قدمش مباراة كبيرة، لكن الزمالك كان رائع جدا. هدف أول لأحمد سيد زيزو، كان فيه هدف ملغي لحمزة المسلوسي قبليه، وقدر زيزو يفتتح نتيجة المباراة. ده الهدف اللي كان فيه التسلل بتاع حمزة المسلوسي، وده الجون اللي خادع عماد السيد. وطبعا عماد السيد كان يقدر يعمل احسن من كده في الهدف، يتحمل جزء من الخطا في هذا الهدف، جزء كبير يعني. هدف اول لاحمد سيد زيزو فتح المباراه. امام عاشور في الشوط الثاني قدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 57 بتصويبه ذكيه ورائعه كعادته يعني. امام عاشور واحمد سيد زيزو من اهم اللاعبين، من اهم اللاعبين اللي بيقدموا مستويات جيده. وانا بقول احمد سيد زيزو عشان احنا اعتدنا على كلمه احمد سيد زيزو، هو اسمه الاصل احمد مصطفى زيزو زي ما هو وضح لنا يعني. سعاده في الاعلام كنا نتحدث دايما عن احمد سيد زيزو، هنرجع تاني لاحمد مصطفى زيزو. وامام عاشور عاملين مباريات كبيره جدا مع نادي الزمالك، وهم الركائز الاساسيه لكل حاجه في نادي الزمالك سواء هجوميه او دفاعيه. احمد فتوح العائد من الاصابه سجل الهدف الثالث في الدقيقه 83، واللاعب تقول الصاعد الواعد كنت هغلط والله واغلط الغلطه الكبيره يعني، بس هو يعني هو صاعد عشان احنا يعني لسه شايفينه قريب يعني. يوسف اسامه نبيه سجل الهدف الرابع في الدقيقه 5 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. دي كانت نتيجه الزمالك وطلائع الجيش. طلائع الجيش زي ما قلت لك النهارده ما قدمش مباراه هجوميه جيده ولا دفاعيه جيده. وبالمناسبه احمد زيد زيزو كان ليه، او احمد مصطفى زيزو كان ليه ضربه جزاء يعني اهدرها وتصدى لها عماد السيد. في المجمل يعني الزمالك كان افضل في كل شيء اليوم امام طلائع الجيش هجوميا ودفاعيا، لم يقدم اي شيء نادي طلائع الجيش.